وا جواد ديما كيلبس البلدي يعني السلاهم. انا غليظ ما نقدرش نلبس شي حاجه اللي تبين ليا لصالح وجه. كان ميل البلدي حيت البلدي كيعطيك واحد الهيبه واحد القيمه، والحمد لله يعني بزاف الناس تينال الاعجاب ديالهم هادشي اللي كنلبس. وشوف الانسان فاش يكون اول حاجه نضيف مع راسو وكتكون خمام تقونه وكيكون ولد الشعب، راه كيحبوا الشعب كيحبوا اي واحد. باش ما الانسان كان تيجتهد في العمل ديالو وكيديها في الخدمه ديالو وكيحب الخير للناس، راه ربي كيحب فيه عبده، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.